الو، اليوم بالتنقل الأحسن بتاني حلقة من بعدين شو برابع حلقة صراحة من بعدين شو البروجرام اللي عملناه بالكرانتين على هيدي البيج اللي بلشت فيه فاتن. كان معنا أول ضيف كوتش وائل غرز الدين، رجع بعدين كان في معنا ليلي اسكندر، رجعت فاتن استضافت جوانا عمار، واليوم معنا حنين تميم. بونسوار حنين، كيفك؟ هاي، الحمد لله. ما بعرف اذا ماشي الكونكشن عندك، بس تنسألهم اذا ماشي الكونكشن عندك، اذا عم بيقشعوك منيح او الكونكشن عندي عاطل. ايه، بس حدا يقول لي اذا ماشي الحال او ماكسيموم غير. سامعينا اثنيناتنا منيح؟ لا، بركي مثلا مشكله من عندي، اذا مش اذا هيك انا بنقول على 3G. اوكي، حنين، نحن بهذا البروجرام عم نصير نحكي كيف عم تقضوا الكارانتين كلاعبات او حتى ككوتشز وغيرهم، وكيف عم تتاقلموا، كيف حنرجع، شو رايكم بالليجز وهيك. قبل تنبلش اليوم، حنين، كيف عم بتقضي الكارانتين تبعونا؟ هلا كل الناس اللي قراب لإلي، كل الناس اللي بيعرفوني بيعرفوا قد انا عم بتعب، عشان عندي كتير كتير درس عم ضل ادرس، كتير عم يضغطونا بالجامعة، فمعظم نهاري بيكون انه درس، بس عم جرب قد ما في انه مرق تمارين، يعني شوي شوي حالي يعني بس عم اوكي، يعني هلا من عندي اوكي. الو، ما عم بسمع شيء. اوكي، هلا احسن. لحظه. اوكي ايه، مش يعني هلا انت عم تقضي وقتك اكثر شيء درس، يعني في اكزامز وهيك. طيب قبل ما يكون في اكزامز، قبل الاي ليرنينج، كنت عم تحافظي على يور فيتنس تريننجز وهيك؟ قبل الاكزامز كنت كثير كثير محمسه انه ضلني عم بتمرن، حتى لو بالبيت عندي كان هيدا الحماس انه ضلني عم بتمرن، عشان بدي ضلني محافظه على الفتنس تاعيتي، عشان وقتها نرجع كون بعدني على القليل شوي بلياقتي. بس ثاقبت هلا، يعني عطونا كثير اكزامات واساينمنت وبروجكت وهيك، فعن جد ما عم بيكون عندي هالوقت لاتمرن او شيء. اوكي، هو بالمبدا اكيد ما في رجعه بكير على الفوتبول على الليجز. تقريبا يمكن تخلص الكارانتين تحتين يرجعوا التريننجز وهيك. من هلا لوقتها قد ايه بتحسي انتم بحاجه للتريننجز اجين، لفيتنس تحتين ترجعوا تصيروا ريدي تلعبوا جيمز؟ هلا اذا كل بنت او على القليل ثلاث ارباع البنات بيلتزموا بفكره انه يمرقوا تمارين بالبيت، اكيد اكيد هذا الشيء حيفيدنا. بس نرجع اكيد، يعني بلا ما نرجع كثير لورا رح نرجع شوي، نرجع نقلع. بس اذا البنت بلت قاعده ونحن مطولين، يعني صار لنا ما بعرف قد ايه، وبعد ما بعرف قد ايه حتضايق انه حتضل الشغله. تقريبا صرنا بثالث شهر، فايه يعني طولنا. والبنت اذا وقفت 3 شهور انه حيلا لاعب فوتبول، تخيل انت موقف 3 شهور، فهيدا لحالها حترجعنا كثير لورا. سو بدنا نجرب نساعد بعض لما نرجع كثير كثير لورا بالبيت، انه نجرب نمرق تمارين. اي صح، اكيد. هلا يعني بعدين تريننجز كثير منيح، كمان بحد الفيتنس لازم يكون في مينتال هيلث، لازم يكون في بوزيتيف فايب. انت كيف يعني، هل في مثلا ميثود معينين تعتمديهم تحتين تحافظي على البوزيتيف فايبس تبعولك؟ هلا تحس في ريزن كتير كبيرة، او انه في سبب كتير كبير، هو انه نحنا بالبيت كمان في positive vibes، فهولي منهم لحالهم هن اللي بخلوني انه يكون هيك شوي مرتاحة. بلس انا انه بحس انا من النوع انه بحب كون شخص انه مبسوط، فوقتا يصير شي يضايقنا او يصير شي يضغطنا، ما بحب حالي بهيدا المود، فانا مني لحالي بجرب طلع حالي من المود،
انه هيدا مثل طبع يعني. اوكي طيب اذا هلا بدنا نروح شوي على الليج، نحكي على السيزون هيدا الاخير مع ايوه ساس. هيدا مش اول لقب لك مع ساس، صاروا كذا واحد. صح. شو اكثر شيء ذكرتي من البطوله اذا بدنا نستثني اخر جيم، كيف رجعتوا ربحتوا التايتل؟ اكتر شيء مذكرته هو لك في كل جيم في شيء، يعني في شيء ما فيك تنساه، انه مثلا Your best جول goal او بهيدي السيزون. بهيدا السيزون. I think لحظة، جول ضد صفا وقت ربحنا 1-0 او 2-1. اوكي مثلا your best partner بالفريق، في بدنا كذا ننقي حدا، حدا. لا في كذا عارف حدا عن جد، عنه انه هي هن الفكرة انه اللي بيلعب معهم بساس تقريبا نفسهم اللي بيلعب معهم بالمنتخب، فكتير معودين على بعض من ليلي يار، انه كلهم عن جد معودين على بعض، فما في حدا اللي هي هالقد. يارا آخر سنة سنتين، شو ليلي يار شو؟ آخر شي سنة سنتين تأجوا يعني هيدا السيزون واللي قبله يارا بعتقد، اللي قبله. ايه انت قصدك قبل ما يجوا، او لا إنه حتى هلأ يعني عشان إنه هو انه مش هالسيزن بارتنر جداد. تقريبا في كتير ناس جداد اجوا، يعني عم تحكي نانسي، عم تحكي ليلي، سيلين، يار، انه هيك يعني اوكي اذا هالست بدنا ناس. نحكي عن هودي الناس الجداد يلي اجوا، شو الاضافه يلي عطيوها لساس؟ اكيد من يعني اي ناحيه بتلاقي الاضافات اللي زادوها للتيم؟ اوكي. نحن يعني هو اللعيبة بالأخص في كيمستري كتير بيناتهم، فهيدا أكيد فادت الفريق من ناحية إنه نقدر يعني نريح بعض أكتر. اوكي أوكي، هذا الشيء كان موجود أوريدي بساس قبل ما يجوا، بس أكيد هن عطوا بوش زيادة. راح عن بالي السؤال، سوري. هودي يعني هودي اللعبات ساعدوكم ترجعوا تحافظوا على استمرارية الفريق. أكيد خسرتوا موسم بتذكر ضد الزو صح ورجعتوا تحت تاني تاخدوا التايتل. هل صح بدونهم كان ساس يمكن ما رجع لهيدا اللقب، ما رجع أخده؟ بحس بلا، عشان نحن اوريدي من قبل ربحانين اللقب، يعني ما عم اقول لك انه فيهم وبلاهم يعني، بس قصدي اكيد هنا عطوا بوش، عرفت كيف؟ بس بلاهم يعني مثل حيلا فريق الموجودين بيلعبوا، انه موجودين بيعطوا قد ما فيهم لا يقدر يربح الفريق. اوكي انت طلعت من الفئات العمريه من الاندر 17 للاندر 19. سمعتيني؟ عم بقطش سمعتيني؟ من عندي أو من عندك؟ هلأ اوكي أحسن شوي. ثواني. اوكي كنت عم بقول انه انت طلعت من الاندر 17 للاندر 19 ورجعت للسينيورز صح مع نفس الفريق. بتعرفي انه ساس في كتير لعبات مميزات خصوصا بالبوزيشن تبعولك، يعني كسترايكرز بالعاده بيكون في كتير لعبات او كوين على الوينجز او باي مركز من قدام بالخطوط القداميه بيكون في كتير منافسه. قد ايه صح. يعني قد ايه بتلاقي صعب انه الواحد يطلع من الفئات العمرية بهيدي المرحلة بعمر صغير ويفوت الفريق الأول ويحجز مركز أساسي لإله؟ هلا هي الفكرة كمان كلها بتبلش على عمر صغير، كيف تأسست اللعبة. يعني أنا بلشت مع صبيان، فطالما أنا بلشت مع صبيان هذا الشيء كمان بقويني أكتر، عرفت كيف؟ فكمان أنا طلعت من أندر 17 هلا انصبت كتير ووقفت كتير، بس هذا الشيء ما يعني ما خليت هالشيء يوقفني. يمكن بلحظتها انه حسيت حالي قشطت، بس لا رجعت قلعت واشتغلت على حالي لحتى اقدر اوصل على لهي المرحله، انه اصير العب مع سينيورز اساسيه. شو حرى ممكن الإصابات يلي عرقلوكي بين الأندر 17 والأندر 19؟ صراحه هو انا انصبت كذا مره ورا بعض، يعني ما لحقت اشفى لانصاب.
أكتر مرة إنه كانت مزعجة هي وقفت 5 أشهر وقفيت أندر 19 بكامله، كانت أول سيزن لإلي مع ساس، ومن بعدها حتى قفيت أندر 17، فيعني خسرت كتير من البطولة، يعني أندر 19 هيدا سيزن بكامله قفيت، فأكيد هول القصص يعني مزعجين، وخصوصا إنه أندر 19 عشان هو عن جد يمكن أحلى ليج، الأندر 19 أحلى ليج. كان عندكم فريق قوي وكان قادر يربح اللقب، كان صح، واضح كان في جوردي ورنا يعني كلهم كانوا موجودين، ف يعني بقول يا ريت، بس برجع بقول إنه هيك صارت وخلص، إنه ما فيني أرجع لورا وما خليها تصير، وبتكل على الله وبكفي حياتي. اليوم. إذا حنين بدها تختار بلاير من غير تيم، من فريق منافس، وتكون مع بساس، يمكن تلعب حدا ببوزيشن حدا، يمكن باك، ما بعرف مين بتختار؟ انه ما فيني اقول لك يعني مين بدي اجيب على اساس، فيني اقول لك مثلا انا مع مين معود العب مثلا بالمنتخب مش مع ساس. مين بتفضل يكون حدك يعني من غير فريق يكون بساس هلا؟ ما في حدا فينا براسي عن نلاقي تو جد، بلايرز إذا مش هون. ما في حدا براسي، يعني مثلا فيني اعطيك اكزامبل انه بالمنتخب كل البطولات تقريبا لعبت انا وسميرة مثلا، فيني اقول لك هيك، سميرة عوض، بس انا عم اقول لك انه اكتر ناس بفهم عليهم هن معي بالفريق، فما بحس ما في حدا براسي هلا. اوكي. جوشام عم بيسأل: you and many girls play both futsal and football. How mentally exhausting can it be playing multiple games in the same week؟ قد ايه هيدا الشيء عم بيأثر عليكم لما عم تلعبوا فوتسال وفوتبول بنفس الأسبوع وكذا جيم؟ هو بيأثر كتير خصوصا من ناحية العضل، انه البنت انه ما جسمها ما حيتحمل مثلا يتمرن هالقد تمارين فوتسال ويرجع يروح يتمرن فوتبول، وفي كتير فرق بالأرض، صح. فجسمنا كتير كتير بيتعب، بس بالآخر انه منجرب نعمل الريكوفري اللي نحنا لازم نعملها لحتى نقدر نضاين وما يعني ننصاب. هلا اليوم، ضروري انه يفصلوا هودي اللعبتين، ضروري انا ينفصلوا. برايي ايه ضروري ينفصلوا، عشان هلا صح انه يعني انه اجر وطابه يعني انه عرفت، بس كتير كتير اكيد، بس بيفرقوا عن بعض، كتير اكيد. كنترول الارض الحركه كله بيفرقوا، ف انا برايي يفرقون. أكيد أنت بتختاري الفوتبول. ايه انا من الاول فوتبول اكيد. طيب هاي الفوتسال يعني أكتر اللعبات، ليش برأيك عم بيلتجئوا لها؟ في لعبات بفضلوها، يمكن والله فرق بعرف، الجامعات. يمكن هلأ بطولة الجامعات عشان في كتير فرق وهيك، بحبوا المنافسة هيدي بين الجامعات عشان حلو حلو بطولة الجامعات. ايه، والجامعات اكيد بيقدموا ايد يعني ايه على صح الكريدتس وعلى كل شيء، هيدا الشيء صح بيسهل للعبات يكفوا عالمهم. أكيد أكيد. كنت ذكرتي انه كنت تتمرني مع شباب، فيك تخبريني عن هيدي الفترة اذا كان اوكي في شيء كان يضايقك بالموضوع؟ هلا الفكرة انه انا بلشت مع خيي، هو اكبر مني بسنتين، ونحن كنا كتير يعني قراب من بعض، وكنا نعمل كل شيء سوا، ومن ورا صرت بلشت العب فوتبول، وبعدين لعبت مع الشباب اف سي بي، بس كانوا بعمري، كنا عمره شي 10 11، كانوا بعمري أكاديمي. اي اكاديمي، والحلو بالموضوع انه 3 ارباعهم اذا مش كلهم هن كانوا رفقاتي بالمدرسة، فما كنت حس حالي كتير انه غريبة، عشان والوجوه يعني خلص انه بعرفهم رفقاتي، بس اكيد يعني كلنا بحس كل البنات مرقوا بهيدي الفترة انه او بهيدي الفيز انه يي هيدي بنت عم تلعب فوتبول، او انه مثل الصبي او ما بيعطوها باس عشان بنت، اكيد كلنا مرقنا فيهم هول في الفترات. كلمات عالقة براسك؟ ايه هو القصص مثل الصبي، ومش قصة بس كلمات، كمان حتى يعني ال facial expressions او اللغة، يعني انه الطريقة اللي بيلعبوا فيها يعني بيخلوا هودي حدك التعبير يلي بدنا شوي نلغيهم، ايه انه يكون معه الطابة هودي مثلا، هندي التعبير اللي بدنا نلغيهم من انا عقلنا. اوبشن كتير صح. صح ما يعطيني مثلا، هيدي بتدل قد ايه انه يي لا هي بنت، انه
هيدي العقلية، بس هيدا الشيء تحسن هلا ايه يمكن كثير. ما بيوثق فيها لانه بحس انه ايه، مية بالمية مية بديفرنس بالمية انه هو اعلى او عنده امكانية اعلى اكثر مني. صح. بس انا برأيي انه ما لازم ولا بنت تخلي هالشي يوقفها، عشان نحنا بالاخر عم نلعب هيدي اللعبة عشان نحنا بنحبها. فطول ما نحنا بنحبها لازم ما كتير نهتم بالقصص النيجاتيف اللي عم بتصير، عشان انه اذا بتفكر فيها انه كل شي بالحياة حتعمله، ما في 100% شي بيرفكت وكل الناس حيوافقوك الرأي، صح، ما في وإلا ما بيرفكت، يكون ما في في شخص بيرفكت، واحد واقف ضدك. فإذا بدنا صح. نوقف على كل شيء ما حنعمل شيء في حياتنا، إنه ما حنقدر نكفي ونوصل للي بدنا إياه. طيب بين هيديك الفترة وهلأ عم بتلاقي في فرق؟ يعني عم بتلاقي أكتر في empowering للwomen بالفوتبول؟ ايه كتير، وحتى يعني هلأ آخر فترة زايد كتير هالشي، ومنشوفه من ورا الألقاب اللي عم نربحها بالأندر 15 المنتخب، الأندر 18، حتى الليج هيدا اللي لعبناه ببين قد ايه هيدا الشيء تطور. ومنه انه اذا بتشوف يعني كان معبى المدرج مثلا اخر 2 جيمز، كثير ناس اجوا حضروا الجيمز، وحتى اللايف عم ينقلوه صاروا، فشوي شوي عم يتطور هيدا الشيء، وهذا الشيء كثير منيح. طيب الليج هيدا اخر سيزن، شو يلي كان بينقصه؟ شو كان يلي موسم كان، رائع، شو يلي كان بينقصه؟ والله ما بعرف. هو ليك الحلو في الحلو بهيدا الليج انه ما فيك تتوقع شيء عن جد، ما يعني ما فيك تتوقع شيء، ما فيك كل جيم بجيمه، فهذا الحلو بالموضوع. بس ما بعرف شو كان ناقصه، يمكن يمكن شو لايف ستريم من الأول. يمكن لايف ستريم من الاول. ايه كان حلو، خصوصا انه في جيمز انه عن جد ما بتتوقع، في جيمز بتتفركشوا فيهم يعني، ما يعني بتقول اف عن جد هيك خلصت هالقد، قول يا ريت حضرتها مثلا هيك. وبلس كمان انه كانوا بنفس التوقيت تقريبا يعني كلهم، الا اخر كم جيم او اخر جيم، فهذا الشيء انه شوي كان هيك مزعج، انه كان لازم نحضر بعض اكتر. اوكي اطلع على الكومنتس. أنا كمان عجبني. اوكي جيم الصفا، ليش ساس خسروا قبل اخر جيم؟ ليش ساس خسروا؟ يمكن فتنا على الملعب إنه مش، ما حقلك مستخفين، لا، بس كنا كتير حاطين براسنا إنه خلص لازم ولازم ولازم، وفتنا بالجيم وصار هيك يعني خسرنا. بس الفكرة إنه ما خلص الليج بوقته يعني، we had the chance بعد إنه عنا بعد جيم واحد، فلازم نضل مركزين يعني. ما أثر علينا بالبوينتس أكتر من أثر علينا نفسيا. بس بنفس الوقت يمكن لو ربحنا، ما كنا وصلنا لمثلا الفاينل وربحنا الفاينل، فهيدي الخسارة هي اللي عطتنا بوش إنه نقدر نرجع أقوى. يمكن يمكن هيدي الخسارة بتحس انه لما بيعطوا جاي لما بيصير في جيم فاينل جيم هي اللي فيها بتتاخد الديسيجن كلها مين بيربح اللقب، هيدا الشيء اللي عم بيرفع من المستوى ولا لا ان ينحسم اللقب بوقت مبكر اكثر احسن. لا اكيد انه نوصل لاخر جيم وينحسم اللقب اكيد، عشان انه احلى يكون في منافسة بين الفرق يعني من الاول، ومش بس فريقين، ثلاثة واربعة ينافسوا. بالعكس الكومبيتيشن هي اللي حتفيدنا بالاخر، واللي بتصير تعمل ربح بتصير احلى. يعني اكيد اخر شيء انت بتحبه، يعني في اللعب الفوتبول راح دايما يحب انه يكون اندر بريشر بالاخير ايه يربح اللقب باخر صح، جيم عشان لو حتى بتحس على انه اخر عن جد دقيقة من الاخر. التعب يعني عطى مفعول. صح، مثل لما الواحد بيشتغل بيرجع بياكل من يلي اشتغلهم. صح. اوكي طيب هلا اذا بدنا نشوف بين المنافسين بين اي اف بي وبين الصفا، مين كان انتو برأيك الجيم ضده اصعب، ضد الصفا اللي خسرتوها
بعتقد كانت ضد الصفة. هلا كل جيم بجيمه، يعني يمكن مثلا لنقول اكزامبل انه هيدا الفريق ضدنا بهالجيم ما كان موفق، عرفت كيف؟ فما فيني احكم من جيم واحد، بس فيني اقول لك انه ايه يمكن صفا كانوا اصعب من EFP بعتقد. عم بيقول جو انه do you agree انه اذا الميديا نقلوا الجيمز او صار في سبورت اكثر من الميديا تي في كفرج وهيك رح يكون في مور سبورترز للومنز ليج؟ ايه اكيد هيدا الشيء حيفيدنا، انه حتى فينا نشوف هالشيء كمان من ورا اخر شيء، اخر كم بطولة صاروا، يعني بس صاروا ينقلوا انه المنتخب ربح، او بس صاروا ينقلوا انه الفاينل جيم تبع ساس، كل ما على الميديا ينشروها اكثر، كل ما في ناس اكثر عم بتشوف، كل ما مثلا يمكن سبونسرز يجوا، يمكن يشجعونا اكثر، فاكيد حتتطور اللعبة من ورا هيك شيء. عم ينعملكم اكسبوجر اكثر ساعتها، ايه اكيد، هذا الشيء عم بيساعدكم. هي اتس مين بوينت بال للتحسن. شي مرة فكرتي بانه تفلي من ساس؟ صراحة لا ابدا، ولا مرة عن جد. طيب ما بتفكري انه تحترفي تطلعي لبرا اذا صارت لك تشانس؟ هلا اكيد بحس كل بنت عندها هذا الحلم انه تقدر تسافر لبرا وتلعب برا. أنا شخصيا عم بشتغل على الموضوع إنه أقدر بعد ما أخلص جامعة أسافر لبرا، بس أكيد ما باخدها يعني ما بتفكري انه تروحي تكملي ده بنفس الوقت علمك وفوتبول برا؟ يمكن هيدا الشيء بيسهل نوعا ما اذا في بلا، عالم بس برا. خلص جامعة هون مثلا يمكن أعمل ماسترز، أو إنه ما بعرف عم فكر فيها، بس هيدا حلم وما بدي أوصل لمرحلة أقول إنه يا ريت جربت أكتر، أو يا الله انه خلص هلا اتس تو ليت. فاكيد بدي اجرب اشتغل على الموضوع، وبحس كل بنت عندها هيدا الحلم عن جد ما توقف، انه ما توقف محل ما هي وتقول انه خلص لا كتير بعيد هالحلم، عشان انه عن جد لو اشتغلت ولو شيء بدها اياه حتجيبه انه كيف ما اوكي كان. الكل بيعرف انه انت يو ار سو فاني وهيك، يعني الاكثر قريبه للقلب من كل اللعبات. مين بتحسي كمان هيك مثلك تقدري تنسجمي اكثر معه تو بي، يعني تتعاملي جو مثلا بالتيم وهيك؟ بحس ليلي كثير ليلي، انا وياها حتى يعني هذيك المره كنت عم بحضر قصص فيديوز انه بالمنتخب وبالسفرات، مثلا اخر سفره مع ساس كثير الجو حلو كثير. شو بتتذكري من هودي السفرات لما بتروحوا كامبس بتكون كل اللعبات مع بعض، تكون عم تقضوا كل الوقت مع بعض يعني هلا بالأوتيل بالتريننج؟ هي ككل ان جنرال كتير حلوة الاكسبيرينس كتير. أكتر شي بتذكره القصص الصغار، حتى يعني الصغار اللي من الأوقات اللي بنقضيهم سوا، حتى بالبريكس إنه ما كنا نحس بهيدي التعب، إنه نحنا بعاد عن بلدنا، بعاد عن عائلتنا، إنه صرنا نحس إنه نحنا صرنا عائلة. فهيدا أحلى شي كسبته من سوري أحلى شيء كسبته من انتم السفرات. حلو عليهم. شوي إيه، حتى كمان سوري اوكي بس يعني هاو يعني بدي أزيد بس كمان اوكي شغلة، إنه أنا إنه كل الجيمز، كل الجوال، كل الجوال اللي حطيناهم هون ما بحس إنه بينتسوا، خصوصا الجوال اللي نحن حطيناهم، عشان عن جد شعور كتير حلو إنه اللي نحن بنحسه باللحظة. اوكي شو اكثر لحظة مميزة باخر شريفة عم بقرا الكومنت. الكومنتس؟ اوكي شو اكثر لحظة مميزة باخر مشاركة لك مع المنتخب، باخر سفرة، اخر جيمز؟ فينا اقول لك انه قصدك يعني احلى، مثلا احلى جيم او شيء؟ ايه احلى جيم. هو احلى جيم بالنسبه لي هو مع الاندر 19، وقتها لعبنا ضد منغوليا، وقتها تاهلنا على الدور الثاني. بعد وقت ربحته 4-0. ايه هيدا عن جد احلى جيم، خصوصا انه
انا قبل بجيم يعني ما كنت حاسه حالي انه غطي 100% مثل ما لازم. ضد فهذا استراليا اللي لا عملته انا ضد استراليا يعني لا انا ضد رائع. انا بس بقول لك انه انا ضد استراليا ما لعبت، بس كتير كنت مبسوطه انه كيف البنات عم يلعبوا. بالعكس الافرت اللي عملوه البنات شيء كتير حلو. بس عم بقول لك انا جيم هونج كونج قبل استراليا انا لعبت، بس ما كنت حاسه حالي انه مثل ما لازم يعني انا العب او مثل ما انا كنت العب. فوقتها جيت على جيم منغوليا وصار اللي صار وربحنا، وهيك كان حلو حلو الشعور ومثل الكومباك يعني انه لإلي انا بيني وبين حالي، مش انه شيء علنا يعني بيني وبين حالي. أوي هيدا الجيم كان أول بوش يمكن أصلا مش الأول، يعني كان في قبل قصص ايه حلوة اكيد بالفوتبول، اكيد بالفوتبول السيدات، بس هيدا الجيم عطى كتير اكسبوجر ايه، انه للفوتبول بالاخر البنات. كنا اول فريق يعني او الفريق الوحيد العربي اللي تأهل للدور الثاني، فهذا شيء كتير مهم انه بالنسبة لنا يعني شيء مهم. اوكي، شو احلى جول لك مع المنتخب؟ جول تبع ضد الأردن، ضد الأردن وقتها بالبحرين بغرب اسيا. اوكي، خلص 3-1 لإلهم. هذا الجول أنا كتير بحبه لإلي، ما بعرف هل بتفكري انه تكوني انت دائما عم بتشوطي بنالتيز؟ في كتير لعبات او لاعبين بفضلوا هذا الشيء دائما، او الفري كيك. هلا أنا بحب أشتغل على الموضوع، إنه بالعكس يعني بحب يكون عندي هيدي المسؤولية بالجيم، بس يعني بحس أكتر مسؤوليتي إنه ركض وهيك، إنه أكتر على الملعب يعني مش إنه فري كيكس وبنالتيز، بس إنه لا ما عندي مشكلة أشتغل على الموضوع وآخذ هيدي المسؤولية بالملعب، مع إنه اوكي، هي انت شيء بتشتغلي بيوتر. دايما على الطابات الثابتة يعني؟ أوقات مبلا بشتغل بعد التمرين، بعد ما يخلص التمرين بشتغل على الفري كيكس كتير، بشوت يعني كذا شوطة وهيك. اوكي، هل بتلاقي الديفرنس بين مثلا التاكتكس يلي بتاخديهم من الكوتش ان تحتين تطبقوهم بالجيم بساس، وبين يلي بتاخديهم تحتين تطبقوهم بالناشونال تيم؟ هلا أكيد التاكتكس بيفرقوا، بس اللعبة هي لازم تتأقلم مع التغير هيدا. وكمان بلس انه مثلا بس نروح على المنتخب نحن بنتمرن كذا تمرين بعدين نلعب الجيمز، بس نروح على اساس نحن بنتحضر بعدين نلعب بالجيمز، فأكيد حيفرقوا. بس كل حدا حيفيدنا من ميلة يعني، كل حدا حيفيدنا من شيء، وبالاخر هذا شيء احسن لإلنا. بالعكس انه نصير نحن بنعرف تاكتكس اكثر، بنعرف كيف نتحرك اكثر، الجيم سيتويشنز اكثر، فايه هذا اكيد شيء بيفيد. بيصير في flexibility بالبوزيشنينج وكل شيء، وهذا شيء كتير منيح لإلكم كمان لكل لعبة على الصعيد الشخصي. ايه صح. الو 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 ألو، إيه سمعتيني؟ أكيد عم ايه بقول إنه هذا بيعطيكم flexibility اكيد ايه بالبوزيشنينج. بفيدنا من كل النواحي يعني، بنصير كثير اسهل علينا انه نتأقلم مع حيلا شيء جديد، بس نصير نعرف قصص اكثر. صح. شو هو your next plan أو your next target؟ my next target انه انا كأنا ولا مع فريق، مع ساس، مع منتخب. ما بعرف، أنت بالنسبة لك يمكن ضمن التيم مع ساس، ما بعرف، أو هلا مع ساس مع المنتخب يمكن. ال next target هي ان شاء الله غرب اسيا. بتحسي هيدي السنة رح تكون البطولة لصالحكم؟ ان شاء الله ايه، اذا ضلينا عم نشتغل وضلينا حاطين براسنا انه نحن بدنا نربحها بنقدر، عشان نحن كنا يعني one step closer انه لنربحها يعني. يمكن الشيء اللي كان ناقصنا هو يمكن اجنبية، عشان كل الفرق كان معهم أجانب، وهيدي من برازيل
ولعبانة وورلد في منه كاب اللاعبين وورلد وشو كاب، يعني 100%. وورلد كاب اندر 20 فانه يمكن، او وورلد كاب حتى. ايه صح، فانه اذا كان عنا مثلا اجنبية كان اكيد عطتنا بوش، وبلس انه شوية خبرة كمان كانت فادتنا اكتر. ف ايه يعني مش بعيدة انه نربح مش بعيدة. يعني هلا انت برايك انه يكون في لعبات اجنبيات بالليج، هيدا الشيء لصالح الدوري ولا بعد عم تاخذ من مطرح لعبات لبنانيات؟ انا بحس انه يعني احسن ما يكون في اجانب بالدوري، هيك في انه بيعطوا تشانس اكتر للاعيبه اللبنانيه عشان يتحسنوا، وبنفس الوقت بيفيدوا المنتخب. يعني نحن عم نلعب بالمنتخب بلا اجانب بالاخر، وكل ما نحن عم نتحسن كل ما هذا الشيء احسن للمنتخب. فكأجنبية يفضل انه مثلا مثل غرب اسيا، انه نحن سافرنا على غرب اسيا، اوكي اجنبية بتساعدنا عشان مثلا هن معهم اجانب وهيك، بس كدوري لبنان بفضل انه بلا اجانب، هيك بتصير انه خلص بيناتنا نحن وبنستفيد اكثر. حتى يمكن طيب بس ما يمكن بتلاقي انه اللعبة الأجنبية حضورها بالفريق ممكن يساعد يعني ايه اللعبات كان يلي بدي معه اقول، حتى اللي ضدها انه يكتسبوا منها خبرة اذا كانت من ليفل اعلى؟ ايه كان بدي اقول هلا اكيد اكيد هذا الشيء بيفيد اكيد، من ناحية الخبرة، من ناحية انه البنت تتعلم منها، بس كمان يعني البنت بالاخر بدها تطبق القصص على الملعب. يعني اوكي عم تحضر عم تحضر عم تحضر، بس بالاخر انه لازم تطبق هول القصص على الملعب، فهذا يمكن حيفيدها اكتر. في كتير قصص تقدر البنت تستفيد. يعني انا مثلا انه كنت العب كتير فيفا مع خيي او احضر فوتبول كتير، بس من قبل هلا بطل عندي وقت. فهذا الشيء كتير في صراحة درس. بفيد مثلا. اوكي، نحن هلا وصلنا للاخر، بتحبي تقولي شيء؟ عن شو انه حيلا شيء تعال حيلا شيء اخر، يعني بتحبي تختمي بشيء؟ بدي وجه تحية لآية، لآية لآية الجوردي. جودي صراحة بدي وجه لها تحية، وبلس كمان أكيد بدي أشكر كذا حدا هول اللي هلأ هن براسي. بدي أشكر كوتش فعلا رزقين. وائل غاز الدين، بدي أشكر كوتش سعيد، وبدي سبيشال ثانكس عن جد من كل قلبي لرنا مقداد، عشان عن جد هي يمكن أكتر شخص هلأ بهالفترة عم بيساعدني من دون مقابل. يعني أنا إنه بكون عم بدرس بتشجعني إنه مثلا لأ بالبريك قومي إنه تمرني، عرفت كيف؟ فإنه هيدا الشيء عن جد ما حأنساه إياه بحياتي. فعن جد ثانك يو رنا إذا عم تحضرينا. وبس يعني إن شاء الله نخلص من هالقصة ونرجع كلنا لحياتنا الطبيعية، وإن شاء الله كل بنت تقدر تستفيد من الشيء اللي عم بيصير. يعني ما إن شاء تاخدها الله. نيجاتيفلي، تاخدها إنه خلص أنا بدي أشتغل على حالي بالوقت الناس اللي قاعدين إنه ما عم يعملوا شيء، لا أنا بدي أشتغل على حالي وبرهن حالي إنه لا فيني أوصل، فيني أعمل، وفيني أحسن حالي. وبس أوكي، وما يلا. نخلي هالكورنتين انه تفقسنا او تخلينا انه يي مزروبين بالبيت، لا انه فينا نعمل حيلا شيء نقدر نغير جو. صح، فينا بكتير طرق نحافظ والله على كثير our mental health. صح. اوكي، ميرسي كتير حنين، Thank you كثير لك. يا good luck ب Thank you. your exams. Thank you. باي. Bye.